السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش ميكسكوز حيت درت لونجيسترومون في داك الميتين اللي كنا درنا، ولكن ملي دخلت باش ندير تيليشارجي لونجيسترومون طرا واحد المشكل، هو انه قال لي ودي ميمكنش دير ليه تيليشارجي، طاري عندهم شي مشكل يقدر هما ولا انا عندي طاري المشكل ما عرفتش بالضبط. داكشي علاش قررت اني ندير لكم اون فيديو اللي غنشرح فيها نفس البروسيدور اللي درنا من قبل. غاهي غادي ندير لكم فيديو اللي غيكون صغير شويه، نتمنى يكون صغير ويكون نافع اكثر، نطرق فيه بزاف ديال الحوايج ما طرقتش ملي كنت تما نقدر نسيتهم. الو قلنا احنا خصنا نانستاليو بروتوس. بروتوس هو واحد لونفيرونمون ديفلوبمون ديال لي سيركوي الكتريك ولا الكترونيك انالوجيك ولا نيميريك اللي كتغيريزي فيه لي مونتاج وكدير فيه لا سيميلاسيون. وفي هذه الحاله عندنا الاردوينو حتى هو كنكتبو فيه دي كود، ولكن خصنا فين نديرو سيميلاسيون بارفو ما كيكونش عندنا ماتيريال، خصنا فين نديرو لا سيميلاسيون. دونك الناس اللي صاوبوا بروتوس اقترحوا واحد الفكره انهم زادوا واحد لايبراري ديال الاردوينو، زادوها باش انه يمكن لك انك تكتب الكود في الاردوينو دير لا سيميلاسيون في بروتوس سويفون لو مونتاج ديالك. داكشي علاش اليوم غنجي نوريكم كيفاش تانستاليو بروتوز وكيفاش تانستاليو كيفاش تلوحو ديك لايبراري ديال الاردوينو في بروتوز باش انه يتعرف عليهم. تو دابور لي ليان راه صيفط لكم، ليان تيليشارجي بروتوز و ليان تيليشارجي الاردوينو ديجا صيفطهم لكم. الو غنبداو بروتوز. ملي غادي تحل بروتوز غتلقاه في فورم ديال هاد لي دوسي، كاين عندنا دوسي كراك و لابليكاسيون. لو دوسي كراك في جوج ديال لي كراك، واحد الكراك ديرو او ديبي واحد الكراك ديرو على فا ديال لانستالاسيون ديال لابليكاسيون ديالك. الوغ نبداو او ديبي. او ديبي كتورك على هاد لي ليسونس، كتعطيك هاد لونفيرونمون بحال هكا. نورمالمون انت في الاول حيت انا ديجا مانستالي عندي ما غتلقاش عندك هادي، غتلقى عندك اون باج فياج اللي هي هكا بلون. غتورك على هنا وغادير انستالي اوي وغيتانستال عليك كاع لي كلي ديالك، لي كلي ليسونس اللي غتحتاجهم في بروتوس. كلوز، سالينا من كراك الاول. غنمشيو دابا لابليكاسيون انستاليوها. نورمالمون انا لابليكاسيون انستاليها، ولكن باش تانستاليوها نتوما تو سامبلومون كتبعوا لي زانستريكسيون اللي كيعطيوك في لابليكاسيون. تو بقا ديروها نيكست، من بعدها ما تعطيكمش هادي حتى انا ديجا انستاليها، غتعطيكم واحد لا كونفيغوراسيون هنايا اللي غادي يقول لكم واش نتوما نتوما ديجا ماغرين في التيرم كونفيرسي ديالهم. ديروا اوكي نيكست، غطلع لكم هذه وهذه في الاول، ما طلعش لكم ريبير، غطلع لكم توبيكال ولا اوبشنال. وركوا على الاولانيه نيكست نيكست نيكست، تسناها كتبت انصالا راه كتاخذ هاد البروسيدور شويه. من بعد كطلع لكم واحد لاباج نواغ ديال سي ام دي، هي لا كوموند برومب ديال بي سي. ماشي مشكل، خليها حتى تسنى على خاطرها. اي دير نيكست. من بعد غتلقى فينيش، دير فينيش. دابا حنا انستالينا هذه اللي تعطيك انستالينا لابليكاسيون ديالنا. نعاودو ندخلو للكراك ونديرو انستالي ديك الكراك لي من بعد الكراك دي لانستالاسيون ديال لابليكاسيون. غتلقى فيه جوج ديال لي دوسي، جوج ديال لي فولدر بيين و موديل. هذا كنلوحوه بروغرام فايلز وهذا كنلوحوه في بروغرام داتا. هذا باش نلوحوه كنديرو ليه كوبي، كتمشي للسي وكتمشي للبروغرام 86 ولا بروغرام فايلز على حسب شنو عندك. غتلقى واحد لودوس سميتو لاب سنتر الكترونيك بروتوز، غتلقى نفس الدوسي اللي كوبيتي كاين عندك هنا رومبلاسي، كولي اي رومبلاسي كونتيني. من بعد كتلقى الدوسي ديالك، كتلقى الموديل تا هو خاصك دير ليه كوبي. وفين غتلوح هاد المره؟ ما غتلوحوش هاد المره في ما غاديش نلوحوه في بروغرام فايلز، وانما غنلوحوه في بروغرام داتا. كاينين دي جون اللي ما يكونش عندهم هاد بروغرام داتا، تانكيت راه خاصك غات دير هاد اليمون ماسكي هادي افيشاج اليمون ماسكي كوشي ديك لوبسيون باش يطلع لك هاد بروغرام داتا، حيت هذا كيكون هايد على حسب ما يتضربش، باش هو اللي تري امبورطون بالنسبه للسيستم ديالك. غتلقى واحد الدوسي تاو سميتو لاب سنتر الكترونيك بروتوس، دخل غتلقى نفسو اللي هو موديل او بلاصي. الو هنا تبعو معايا، ملي غترومبلاسي غتكون ديجا انستالي دي لابليكاسيون ديالك، يمكن لك دير ليها ران عادي. ولكن شوفو كاين عندي واحد الدوسي هنا سميتو لايبراري،
هاد الدوسي فيه فيه المكتبه ديال البروتوس كامله، يعني غادي تنقصنا المكتبه ديال الاردوينو هي اللي كنمشيو وكنجيبوها من داك لو دوسي الاولاني اللي هو هذا. غتلقاو سو فورم رار ليكستنسيون ديالو رار، غادي لي اكستري اردوينو، يعطيك واحد الدوسي فيه جوج ديال لي فيشي، جوج ديال لي فيشي معاهم واحد الفيشي تكست اللي هو فيه لانستريكسيون كيفاش انك تكوبي دوك لي فيشي، كيفاش انك تلوحهم. في هذه الحاله غادي تتبعوا معايا، غادي هاد جوج ديال الدوسي غادي ليهم كوبي باردون وغديهم للسي نفس بروغرام داتا. الا ما كانش عندك راك عارف شنو دير لاب سنتر هنا، وغتلوحو في اردوينو الليبراري، دير لي كولي اي رومبلاسي. صافي دابا تمكننا ان سالينا من لا بارتي اللي غادي نكونوا فيها حنا ديجا انستالينا بروتوز ولحنا فيها تا لايبراري باش انه يتعرف على الاردوينو ديالنا بروتوز. من بعد ما غتكليكي عليه غيطلع لك هاد لا سيرفاس. هادي هاد لا سيرفاس حنا غنحتاجو ايزيس، حيت شوف بروتوز راه بروغرام كبير بزاف، فيه بزاف ديال الحوايج من غير انك تاتياليزي فيه لي مونتاج. عطاتك لهاد لا سيرفاس، هنا في عندك الماب ديالك، لا ماب ديالك هنا فين كتغياليزي لي شيما ديالك. يمكن ليك زومي ودي زومي غا بلا سوري ديالك، هنا فين كتغياليزي لي شيما. هنا هاد لوبسيون هادي كيعطيوك فين كدير روشيرش، هادي فين كدير لي روشيرش ديال لي ديفايس او لي كومبوزي اللي غتحتاج. دوبل كليك باش دير روشيرش. اون انفورماسيون تري امبورطون كو لي ديفايس ولا الماتيريال اللي غتحتاج نتايا راه كيكون هنا كيتعرف عليه هاد البروغرام اون انجلي، ما كيتعرفش عليه اون فرونسي، داكشي علاش خاصك تكتبو اون انجلي. تاني حاجه خاصك تكتبو ماجيسكيل باش يتعرف عليه اكثر. اول بروغرام غادي نصاوبوه باش نديرو لا سيميلاسيون هي نصاوبو البروغرام ديال البلينك ولا كلينوت موندي ليد، واحد لا ليد اللي كتكلينوتي بفريكونس. غادي نحتاجو فيه ان اردوينو، اردوينو في هاد الحاله ها هو غيتعرف عليه، ها هما عندو لي اردوينو. كون ما لحناش ديك لايبراري ما غاديش يتعرف عليه، يقول لك ما كاينش، كاين بليزيو اردوينو. حنا غادي نحتاجو اردوينو اونو. دوبل كليك باش تاجوتي هنايا، كتكلي عليه دوبل كليك كتاجوتي هنايا. نحتاجو اون ليد، ليد بريد مثلا، اون ليد بريد، دوبل كليك ناجوتيها. بوتيتر نحتاجو اون ريزيستانس، هنا ريزيستانس اون انجلي هي ريزيستور. اي صافا اون فورماسيون اللي غادي تعرفوها تاني هو انه ليد اللي كاينه هنايا بار ديفو كيعطيوها لك كتخدم ب 5 فولت، يعني ما كاينلاش تعطيها من سيرفاس دو بروتيكسيون اللي هي لا ريزيستانس، ما كاينلاش ديرها ليها، ما كتهمش ما سواء درتيها سواء ما درتيهاش ما غاديش تفيد في حتى حاجه. علاش؟ حيتاش ملي كنديرو لا ريزيستانس هو باش نقللو الكورو. نورمالمون لي ليد اللي كنعرفو حنايا اللي كنشريو حنايا ما كيخدموش ب 5 فولت، كيخدمو بقل من 5 فولت. داكشي علاش حنايا الا درنا ليهم ريزيستونس كنقللو من داك 5 فولت ديك الكورون اللي كيجينا، الوغ الا قللنا من الكورون كنقللو حتى من لا طونسيون وكتهبط لينا وما كتحركش لا ليد. الا درتي لا ليد ديريكتومون برونشاج ديريكت 5 فولت راه كتحرك. كاينين دي ليد اللي كيديرو درهم وكيخدمو ب 5 فولت عادي، الا درتي لهم ريزيستونس ما غاديش يشعلو ليك. الوغ هنايا اللي خصكم ما تعرفو سواء درتو ريزيستونس او لا راه بحال بحال. باش نغياليزيو لي مونتاج ديالنا اول حاجه كنحتاجوها كنهزو الاردوينو كنحطو هنايا تو سامبلومون كليك 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 كليك، وباش نمسحو كنكليكيو دو فوا البوطون كوش بوطون دووات باردون بوطون دووات باردون. غنحتاجو الليد والليد غنحتاجو معاها ريزيستانس الا بغيتي كوم فولي. بالنسبه للكاركتيرستيك ديال كل كومبوزون كتحتاجو كتورك عليه دو فوا كتشوف لي كاركتيريز ديالو، هاد الريفيرونس ديالو وهذا ريزيستونس شحال فيه لا فالور ديالو. انا غنحتاجو 1 كيلو اوم اللي درنا 10 ما غتخدمش. كاركتيريستيك ديال هاد لا ليد كتخدم 2.2 فولت فارورد 10 ملي امبير، واخا كتبين لك 2.2 راه كتخدم حتى في 100 فولت واخا ما ديرش ليها سميتو ريزيستونس. الوغ هنا اللي خصكم تعرفوا وهذه معلومه مهمه مهمه جدا هو انه كاين عندك هنايا في هاد لابين هادي التيرمينال مود كاين يعطيك بزاف ديال لي زوبسيون
بزاف من بين لي زونبسيون اللي كيعطيوك باور، و جي ان دي اللي هي الجراوند، هادو دي سورس داليمونطاسيون اللي هما اكستر. وانا جو بو كونسيي باش انكم ما تستعملوش لي سورس داليمونطاسيون انترن ديال الاردوينو، ما تستعملوهمش حيتاش كديروا اون سور شارج على الاردوينو. تيقو بيا استعملوا اون سورس اكستر ديما، هاد سان فولت والجراوند ما تستعملوهاش، راه بارفوا فهنا ما كتخدمش، بارفوا فهنا ما غتخدمش ليك. داكشي علاش انا كننصحكم باش انكم تستعملوا لي سورس، لي سورس ديال الموتاسيون اكستر. الوغ في هذه الحاله لا سورس الوحيده اللي غنحتاجو هي الجراوند، هذه ما غنحتاجوهاش. كما قلنا هنايا فيها الجراوند باور برايد، برايد هذه كتعطيك اي سميتو اي طونسيون بغيتي. كاين هنا بزاف ديال لي زوبسيون، بين لي زوبسيون اللي كاينين هما هادو لي زانسترومون دو ميزور، كاين لوسيلوسكوب بور لا ميزور دي فريكونس، كاين عندنا لوجيك اناليز بور لا ميزور دي لوجيك دي سيركوي لوجيك، كاين عندنا هنايا كاونتر اللي هو كونتور، كاين عندنا لي فيرتوال تيرمينال، كاين عندنا دي سي فولت متر، ان فولت متر دو كون كونتيني، امبير متر، ان متر كون كونتيني، فولت متر كون الترناتيف، ان متر كون الترناتيف، وات متر ايتترا. يعني راه ماشي فيها غير المونتاج، وانما فيها تالي زانسترومون دو ميزور، فيها كيفاش تكري دي سيرفاس، فيها شحال من حاجه. المهم اللي غيسمع اللي غنهمنا حنا دابا هو لي مونتاج. الوغ باش نكابليو اول حاجه غنرياليزيو الشيما ديالنا، من بعد غنبازيو عليها باش نصاوبو الكود. رياليزيسيون دو شيما حنا غنربطو الانود مع بينت مليون، والكاثود كيما قلت لكم بلا ما تربطوها هنايا، بلا ما تربطوها هنايا هذا دي كونسي. قلنا غنستعملو لا ريزيستانس، لي روتاسيون ديالها كنديروها هكا. ريزيستانس كيما استعملناها اش هي، قلت لكم بلا ما تستعملوا هذه، ولكن بار لا سويت غادي نستعملوها بهاد لا سورس اكسترن، غنجربوا حنايا واش غادي تخدم لينا بهذه. الوغ دابا راه المونتاج ديالنا مصاوب، شنو بقى لينا؟ بقى لينا نصاوبوا الكود. لو كود غنصاوبوه في الاردوينو، طبعا الاردوينو ما كيتعطلش حداش هو هاد البروغرام لي لو. عندنا حل، يا اما غادي نصاوبو البروغرام من هنا، يا اما البروغرام غنجيبوه من لي زيكزامبل. كاين عندنا لي زيكزامبل بازيك، كاين عندنا بلانك بلاك لي نوتمون دي ليت كلي نستعملوها حتى هي. هنايا واحد الحاجه هو انه خاصنا نديفينيو البي لي درنا، سميو ليد، السميه ديالنا هي ليد، سمي ديال الكومبوزون، وهاد ليد هي اللي غادي تكون، غادي ندير ليها ديفاين مينيسكول ديفاين ليد، وغادي نحطوها في 8. عندنا جوج ديال لي مانيير باش انه نصاوبو باش انه ليد نحطوها في 8 في هنايا، يا اما نديرو ديفاين يا اما نديرو لانستركسيون العاديه اللي كنعرفو اللي هي انت ليد ايتيغال ويت. شنو هو البروبليم اللي كاين هنا بالنسبه معنا؟ تا بروبليم الا استعملنا هذه ولا استعملنا هذه، راه بحال بحال. غا هو راه الا كان عندك بروغرام لي طويل راه سي دي كونسيي باش انك تستعمل هذه. عرفتي علاش؟ حيتاش الانت كتقول ليه كديكلاري ليه واحد لا فاريابل اللي هي سميتها ليد، لحتيها في 8 في لابين 8 وقلتي لي شوف راه هي دو تيب انت. شنو كيدير؟ كيمشي كيريزيرفي لها واحد لسباس ميموار دو رام. الانت جو بونس راه 4 بايت، 2 بايت، 2 بايت الانت. الوغ راه 2 بايت، و الا كنتي غادي تصاوب واحد البروغرام لون راه ما تحتاجش على الفاريابل وحده، بزاف ديال لي فاريابل الا درتيهم بزاف ديال لي انت غادي يكون البروغرام ديالك ثقيل شويه. داكشي علاش تستعملوا ديفاين. ديفاين هي واحد لانستريكسيون دو رومبلاسمون تو جوست، كتهز فيما شفت هي كلمه لاد كتعوضها ب 8. هنا درتها 8، هنا درتها 8، هنا درتها 8، يعني سهل عليا. حتى الا بغينا نعوضوا مثلا غيرنا لابين نديروا غير 9 صافي، كنحسبوا هنا راه فيما شاف لاد كيعوضها ب 9. شنو غدير هاد لا ليد؟ هنا واحد لانستريكسيون ديال الكونفيغوراسيون قدمنا ليه بان الليد راه هي اوتبوت خصنا نكتبو فيها. داكشي علاش ملي كنجيو فويد لوب، فويد لوب هي واحد راه كتعاود ديما دي مانيير ستريكتوريل، كنكتبو في الليد كنعطيوها الهاي، كنتسناو ان ديليت ان
اون سكوند هنا راه 1000 ملي سكوند، هي اون سكوند. كاع لي فالور اللي كيكونوا لداخل ديال هاد الاقواس كيكونوا اون ملي سكوند. ليد كتبنا فيها الهاي، عطيناها الهاي، ليد عطيناها اللو، كنتسناو ديما اون سكوند وكيبقى يتعاود داكشي، يعني كتبقى تشعل وتفضل تشعل. بحال الستريكتور ديال البوله، كما قلنا البوله راه كتشعل وتطفى، البوله اللي كتكون راكبه عندك في الدار في اي بلاصه راه كتشعل وتطفى، راه انت اللي ما كتشوفهاش، العين ديالك اللي ما كتقدرش تجاري ديك لا فريكونس باش كتشعل وكتطفى، حيت هي كتخدم بلا الترناتيف، ولا الترناتيف موتاني وجايبي. شنو كيكون فيه لا بيريود ديالو كتكون صغيره بزاف ديال انه كيشعل وكيطفى. مثلا ملي كتسمع 220 فولت، راه 220 في الماكس و 220 في المين و 100 مو 220 في المين، اشنو كيطرا؟ واحد لا بيريود كتشعل، واحد لا بيريود كطفى، ولكن داك البيريود كتكون صغيره اللي كتبان لك انت كتبقى تشعل وكطفى، ولا كتبان لك انت ثابته هي ستابل. باغ كونط هادي حتى هي داكشي اللي غنديروا ليها حنايا، غير حنا كنجيري بحال قلتي كنجينيريو ليها داك السينيال اللي هو كيكون هنا كاري تي اون ديالو اللي هي اون سكوند، تي اوف ديالو اون سكوند، يعني لا فيتيس باش غتشعل هادي وتطفى هي لا فيتيس ديال الديلي، هي الديلي اللي كنديرو ليه. دونك حنا دابا كرينا بروغرام ديالنا، كيبقى لينا حنا كيفاش غادي نلوحوه في بروتوس. اول حاجه كنديروها هادي تري امبورطون، كتمشي لهاد بريفيرونس وكات نتا كتكوشي هاد جوج، هاد جوج كتكوشيهم كومبيلاسيون تي ليفيرسون كتكوشي. عرفتي علاش؟ الا ما كوشيتيش راه انت ما عطيتيش لو دووا باش انه يلوحو لك في بروتوس. بعدا هادي، اما هادي ما عطيتيش لو دووا باش يلوحو لك في الاردوينو. لا بروميير فوا خاصك دير هكا. ثاني حاجه كيعطيك هاد لو بلاسمون كورون دو كروكي، هاد لي هاد لو بلاسمون ضروري خصنا نعرفوه. كنمشيو كنحطوه في شي اون بلاسمون اللي حنا ديجا كنعرفوه وساهل لينا نوصلوا ليه. هاد المره نحطوه في بيرو، نسميوه شي دوسي اللي غنسميوه تيست، تيست اوفغير صافي. سالينا من لا كونفيغوراسيون، شنو بقى لينا؟ بقى لينا نديرو اونغوجيستري سو نلوحو في لو دوسي ديالنا اللي كرينا اللي هو تيست، نعرفوه بانه راه هذاك هو لو دوسي باش خدامين حنايا، هو هذا اوفغير اونغوجيستري. شنو بقى لينا؟ بقى لينا فيريفيكاسيون ديال لي زيرور. الو سي داكور، كاين حتى شي ايرور. دابا اللي بعدها هي اكسبورطاسيون ديال لي بينار. كيما قلت لكم بروتوز لا ليزون بينو بين الاردوينو راه هي واحد لا ليزون فيرتوال، ما يمكنش يتعرف عليه هاد الكود، راه ما كيعرفوش بروتوز. باش كيعرفو هو باش كيتكومونيكا، لا ميثود دو كومونيكاسيون ديالهم هو اون بينار لي 0 اي لي 1. داكور، داكشي علاش خاصني هاد كود نحولو اون بينير اللي لا كونفيرسيون، عاد باش نقول بروتوز شوف راه انا حولت لك الكود ولحتو لك في الدوسي فلان فلاني، خاصك انت تجبدو سير لي. داكشي علاش باش تحول انت تكونفيرتي هاد الكود كدير كروكي اكسبورتي لي بينير كومبيلي، هاد لي بينير هادو كومبيلي اكسبورتيهم وليهم لي في الدوسي اللي انا كرييت اوباغافون. داكور، دابا سي جينيرال. اشنو درت انا؟ هاد الدوسي تيست بلينك هو اللي لحت فيها ومشتيهم تيب الاكستنسيون، هادي فيشي الاكستنسيون ديالو هيكس هيكزا، يعني لو بينير هيكزا ديسيمال. مزيان، دابا بقى ليا نمشي نقول ليه شوف راه لحت ليك دي واحد البروغرام اون بينير خاصك تعرفو، غتكليكي عليه دو فوا سيغ الاردوينو، غتجي هاد البروغرام فايل وغتمشي ديه لون بلاسمون ديال ليكسبورطاسيون ديال لي بينير اللي درت ليه في هاد الحالة اللي هو بلينك، وكنختارو هاد اللولة هي اللي كيتعرف عليها. اوكي سمحوا لي. اوكي دابا هو تعرف عليه. شنو بقى ليا؟ بقى ليا ندير لا سيميلاسيون. شوفوا معايا لا سيميلاسيون ما غتمش، عرفتي علاش؟ كما كنت قلت لكم ديما استعملوا من سورس داليمونطاسيون اكستيرن. علاش؟ حيتاش ملي استعملت الجراوند ما قبلهاش، جو سي با علاش، ولكن هادشي اللي هما كيفرضوا علينا. الوغ ملي غدير لا كومبيلاسيون، شتي الا بان ليكم راه كتشعل اون سكوند وكطفى اون سكوند، هي غتشعل اون سكوند ومن بعد غتطفى اون سكوند. حنايا باش تبان لينا مزيان غنمشيو وغنصغرو في لا بيريود باش كتشعل وكطفى، نديرو فيها مثلا 500 ميلي سكوند، 500 ميلي سكوند كافية انها تبان لينا كتشعل وكطفى. كل ما صغرتي
لا بيريود كل ما هي كتبقى تشعل وتطفى، توصل لواحد لا بيريود اللي هي صغيره بزاف غتولي تبان لك شاعله. هو راه ديجا عارف دابا البروغرام، خاصنا غنديرو ليه كوم اكسبورتي اللي بيناها تاني، حيتاش درنا ان بروغرام اللي هو جديد، نديرو ليه اكسبورتي اللي بيناها نعاودو نحولوه اون بيناه. هو ديجا حنايا ملي غادي نمشيو للبروتوز بلا ما نحتاجو اننا نعاودو نبينو ليه بانه راه فين كاين لومبلاسمون ديالو، راه ديجا عارفو، غير كليكيتو نلقاو لومبلاسمون ديجا معروف. شنو كيبقى لينا؟ لا سيميلاسيون. الى باليكم هي كتشعل وكتطفى دغيا، كل ما صغرتي لا بايود كل ما كتبان لي كتشعل وكتطفى دغيا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي ميثود كامل اللي درنا، و الى كان شي كيسيون مرحبا. بقات لينا دابا نديروها واحد لا سيميلاسيون بسيطه ديال لي سيرفو موتور. سيرفو موتور انا غادي نهزو لكم من سميتو سيليكون كبروغرام، و لي سيرفو موتور اون انجلي راه تا هما بحالهم موتور سيرفو بلاس سيرفو سيرفو موتور. يعطيكم جوج ديال لي نوع ديال السيرفو، هذا بي ام دبليو وهذا عادي. نختارو هذا دوبل كليك كنهزوه نحطو هنايا. سيرفو موتور هنايا كيكون عنده ثلاثة ديال لي بين، البين الأولى غتكون هادي بلوس ولا هادي بلوس ولا وحدة فيهم موان، بعدا لي كيكونو في الجناب بلوس و موان. الوسطانية هي ديال السينيال، سيبوزو نهزو هادي نحطوها في 8، الوسطانية غنحطوها في 8. هنايا هادي غنحطوها في البلوس و هادي كنحطوها في الموان، داكشي علاش هنا غنستعملو دي سورس داليمونطاسيون اكسترن. إلا استخدمنا انترن جو سي با واش غتخدم ولا لا، ولكن انا كننصح بانه نستعملوا سورس داليمونطاسيون اكسترن في اس اس اي اللي هي 100 فولت و هادي جراوند. جينيال، بقى لينا دابا نكريو لو بروغرام. لو بروغرام ديالنا نلقاو هادي ديجا واجد، غادي نهزو نموديفيو اكزامبل يكون في لي سيرفو موتور. جو ميكسكوز اكزامبل سيرفو سويب. سويب هو اللي كيمكننا باش يدير دوران، هو ديكلاراو لا بيبليوتيك اردوينو، عطاو سيرفو سموه ماي سيرفو انت لاحو بوزيسيون ايتيغال ا زيرو. اش خدمو هنا بلي فور، لما كيهمناش حنايا. الا بغينا حنا نخدمو لا ميثود عاديه غنحيدو هاد لي فور، غنحيدو هاد الانت الميثود العادية. هنايا لا كونفيغوراسيون نديرو بأنه حطينا في 9، حنا نورمالمون حطينا في 8. هنا كنجيو كنديرو ماي سيرفو بوان ماي سيرفو بوان رايت، يعني غادي نكتبو السيرفو ماي سيرفو بوان رايت، غنكتبو فيه لا فالور اللي بغينا نسير. او ديبي بغيناه يمشي 90، كتسنى ان ديلي اللي هو غادي يكون صغير ولكن ماشي بزاف، ديلي دو 500 ميلي سكوند. نعاودو ليه نفس البروغرام بحال هكا كيدور، يمشي لينا هاد المره 180، ان ديلي دو 500 ميلي سكوند. هنايا اوني دون لوبليغاتوار دو متر دون لا كونفيغوراسيون ديالو، خصنا نديرو ليه الزيرو. علاش؟ هادي من بين الامور اللي خاص بنادم ينتبه ليها بالنسبه للسيرفو موتور، ديما عطيه لا كونفيغوراسيون ديالو، عطيه او دي بي يعطيك زيرو، هو الاول يمشي لك للزيرو عاد اش يبدا يدور. هادي راه واحد لا ميثود اللي هي ماشي شي حاجه اللي ضروريه ولكن مستعمله باش ما يديرش لك المشاكل. في نفس الدوسي كنكريو واحد الدوسي كنسميوه سيرفو سيرفو اوكي ouvrir enregistrer. On met la vérification que le code est clean et croquer exporter les binaires compilés. Quand je suis le programme maintenant, quand je suis fin kane, je suis le qui a fait le blink, parce que je suis le blink, ça rejoue les lore. نقول لي شوف حنا دابا راه ماشي في البلانك، حنا دابا راه في السويب ديال السيرفو موتور. اوفير
اوكي دابا راه كيتعرف، الا درنا لا سيميلاسيون الموتور ديالنا هيكون كيدور 85 90 فوالا. نورمالمون هاد لي فالو هادو اللي كيبانو هنايا هما مكونفيكور على هاد الطريقة، من 90 تال 0 تال 90 راه هي من 90 تال 180، من 0 تال 90 هي من 90 تال 180 نفسها اللي كتبقى 90 درجة. اي جو بونس راه سالينا، نتمنى تكون فهمتو، و شكرا بزاف على المتابعة.